اليوم الاجتماع اللي كان كما شتي وزير الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه الوطنيه ورئيس اللجان الاولمبيه لانوكا الاتحادات الافريقيه وكذلك رئيس الاتحادات الافريقيه لجميع الرياضات اللي تحضروا اليوم هذا الاجتماع اللي هو اول اجتماع اللي غادي يشوفوا فيه المنشات ديال المغرب اللي فين غادي تنظم هذه الالعاب الافريقيه هناك في مدينه الرباط وسلا. فلهذا اليوم تتشوف جميع المكونات موجودة هنا. اجتماع كان ناجح، الحضور كان مكتف. غادي يبداو هاد الأشغال اللي ديال التقنية، كذلك المسائل اللي هي تقنية ديال هاد الألعاب. وتنتمنى إن شاء الله، أهم حاجة هو كاين 17 رياضة اللي غادي تأهل الألعاب الأولمبية ديال طوكيو. هنا فرصة مزيانة للجامعات المغربية، لأن الألعاب السابقة كانوا تيتحرموا لأن ما كانوش تيشاركوا في الألعاب الإفريقية. هذه بادرة طيبة. تنشكروا الحكومة المغربية وكذلك وزارة الشباب والرياضة، وهذا الشيء كله تيرجع لفضل الله وفضل صاحب الجلالة محمد السادس اللي عطى الموافقه ديالو باش يتنظموا هذه الالعاب. وهذه اول العاب بعد الرجوع المملكه المغربيه للاتحاد الافريقي. ان شاء الله غادي تكون مهمه بزاف، وغادي تعود للرياضه الوطنيه بواحد المنفعه مهمه بزاف، لان ان شاء الله تنطلب باش جميع المغاربه يتاهلوا الالعاب الاولمبيه باش تكون احدى الميداليات الاولمبيه ان شاء الله في طوكيو 2020. Nous sommes là aujourd'hui à Rabat dans le cadre de l'organisation des Jeux africains. Donc, comme vous le savez, le Royaume du Maroc a accepté d'abriter ces Jeux. Donc, là, les premières réunions préparatoires du comité technique se réunissent aujourd'hui. On va essayer d'examiner les textes pour les Jeux et aussi visiter les infrastructures qui vont accueillir ces Jeux. Je voudrais aussi également remercier le Royaume du Maroc qui a accepté d'abriter en quelques temps, juste un train très limité, ils ont accepté d'abriter ces Jeux et ça a permis de sauver les Jeux africains. Donc nous voudrons remercier le Maroc et informer aussi que les Marocains doivent tout mettre en œuvre pour pouvoir que ces Jeux-là soient une réussite. Et l'Union africaine, l'ACNOA et le SCNUSA sont là aussi pour soutenir le Maroc dans l'organisation de ces Jeux. Nous avons fait des jeux africains dans le cadre de l'Union africaine, parce que nous avons fait des jeux africains dans le cadre de l'Union africaine. Nous avons fait des jeux africains dans le cadre de l'Union africaine entre le Maroc et l'État africain et l'ACNOA, جمعية اللجان الأولمبية الإفريقية وليوكسا جمعية الجامعات الرياضية الإفريقية. الألعاب الرياضية فيها حوالي 29 لعبة رياضية، يعني ديسيبلين مختلف الألعاب. 17 منها مؤهلة للألعاب الأولمبية 2020، وإلا ما كانتش مؤهلة فهي مرحلة ديال التأهيل، لأنه كاين بعض الألعاب اللي فيها كيجمعوا النقاط وفي ليزيليميناتوار، فبالتالي 17 لعبة، وهذه أمر جديد في الألعاب الإفريقية ما عمره ما كان. وحنا في المغرب حطينا على أساس أنه باش يكون مشاركة ديال الكبار الرياضيين، باش ماشي يجيو غير الرياضيين يعني اللي ما عندهم والو، يعني باش تكون المنافسات قوية. فتم اتفاق على 17 لعبة رياضية مع الجامعات الدولية ومع اللجنة الأولمبية الدولية والجامعات الإفريقية واللجنة وجمعية اللجان الأولمبية الإفريقية. الألعاب ستنطلق يوم 19 غشت مناسبة احتفال الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب، وتنتهي في أواخر في الأسبوع الأول من شتنبر. الألعاب ستكون في الخميسات ضيف الرومي بالنسبة للألعاب البحرية المائية، ثم الرباط، سلا، تمارا، الدار البيضاء والجديدة. هذا هو التركيز على حسب البنية التحتية اللي كتوفر عليها المملكة باش وزعنا هاد الألعاب هادو. بعد رئيس القيادة الألعاب الإفريقية إن شاء الله اللي غتقام في أوت ما بين 19 و 31. هذا الاجتماع هذا هو اجتماع مختلط ديال تجمع لاكنوا ليوكسا لونيو افريكان واللجنه المنظمه
باش يوقفوا على الترتيبات الأولية لا من ناحية التقنية ولا من ناحية التنظيمية. دونك عندنا 3 ايام ديال الخدمة ان شاء الله. دونك فيها لا فيزيت تكنيك انفان لي جون غادي يمشيو للمنشآت اللي هي كل فيما واحد ما يخصو, يعني كل رياضة غادي يمشي لها مسؤول من الاتحاد الإفريقي ومن الاتحاد من الكونفدراسيون افريكان باش يشوفوا يوقفوا على يعني المنشآت الرياضية اللي غادي تزاول فيها النشاط ديالهم. الحقيقة احنا سعداء جدا بان احنا نكون في المملكة المغربية بلدنا الثاني, سعداء جدا ان جلالة الملك وافق على إقامة هذه الدورة في هذا الوقت الضيق, لكن طبعا الرؤية الواضحة والعميقة لجلالة الملك بأن يكون يحتفي بعودة المملكة المغربية للاتحاد الأفريقي السياسي بوجود أفريقيا كلها على أرض المغرب في خلال هذه الدورة اللي هتبتدي من 19 أغسطس إلى 1 سبتمبر إن شاء الله. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.